السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة هنتكلم عن موضوع أنا أراه مهم، لأن كثير من الناس سمعتهم يقصون هذه الرؤية، وهي رؤية الفيضان. وخلي بالكو أن أنا هتكلم عن الفيضان لكل شخص على حدة، وخلي بالكو برضو في لقاء مش عارف بقى يعني هرفع ده الاول او ده قبل ده، مش فارقه لان هما الاثنين هسجلهم دلوقتي. الاول اللي هتكلم عنه رؤية الفيضان لكل شخص على حدة، والتاني هتكلم عن انواع الفيضانات. فانا دلوقتي اللي هيسمع الفيديو ده يبقى عارف ان في فيديو تاني يا قبله يا بعده. فالنهاردة الفيضان الكلام عن كل شخص على حدة. بالنسبة للرجل المتزوج، رؤيته للفيضان هذه الرؤية تدل على وجود عدو في حياتك الحقيقية، رؤية الفيضان. أما رؤية فيضان المطر للرجل المتزوج تدل على المرض، الهروب منه نجاة من المخاطر في الحقيقة. الفيضان في فصل الشتاء تدل على قلة معرفة هذا الشخص بدينه، أو أنه قليل المعرفة. رؤية الفيضان في فصل الشتاء، انت شخص من الناس اللي هي عايشة كده ما عندهاش معلومات في حاجة، بيأكل ويشرب وينام وعارف شغله خلاص وبيعمله، ما عندوش علم بحاجة، يا إما ما عندوش علم في الدين أو قليل المعرفة بصفة عامة. أما بالنسبة للشاب، رؤيته للفيضان تدل على صديق يزعم أنه يحبك وهو يكرهك. رؤية الشاب الأعزب أنه يسبح في الفيضان، هذه الرؤية تدل على الفشل في بعض أمور حياته، وقيل تدل هذه الرؤية على أنه سوف يظلم من مسؤول، شخصية معروفة أو واحد مسك منصب. رؤية الشاب الأعزب أنه يسبح في الفيضان ويفشل في قضية السباحة، لكنه لو سبح في الفيضان ونجا وكان عالما بالسباحة سوف ينجو من هذا الضرر الذي ذكرته آنفا. أما رؤية الفيضان من المطر لمين؟ للشاب الأعزب، لأن أنا قلت الفيضان من المطر للرجل مرض، رجل متزوج. فيضان المطر للشاب الأعزب سفر. أما رؤية الفيضان للشاب الأعزب وهو سعيد، شاف الفيضان وحاس في المنام أنه فرحان بالمية وإلى آخره، مع أن الفيضان ده حاجة مش كويسة، بس هو شاف في المنام أنه سعيد. هذه الرؤية تدل له على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. لو أن الفيضان لونه أحمر وباء ومع شديد الأسف. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤيتها للفيضان سعادة إن كانت سعيدة، والعكس صحيح. يا جماعة الحلم ممكن يتحول على حسب حالة الرأي في المنام. المرأة المتزوجة رأت الفيضان هي سعيدة يبقى سعادة إن شاء الله تبارك وتعالى، حزينة يبقى في مشكلة، في مشكلة هتحصل لها. الهروب منه تدل على الفرحة والسرور والأخبار السارة، ده طبيعة الحال يعني. رؤية فيضان للمرأة المتزوجة وشعرت بالخوف، هذه المرأة تخاف من شيء قادم، وكل شخص على حسب حالته. رؤية الفيضان للمرأة المتزوجة وقد أصاب هذا الفيضان المنزل، هذه الرؤية تدل على مكر لأحد أفراد الأسرة، أو أن هناك مكروه يدبره أحد الأشخاص لأحد أفراد الأسرة، وبالتحديد للأولاد مش للزوج. اللون الأحمر زي ما قلنا وباء للشاب، اللون الأحمر لو لون الفيضان بالنسبة للمرأة المتزوجة مكروه بصفة عامة، شر. بالنسبة للمرأة الحامل، رؤية الفيضان لها سلامة لها ولمولودها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رؤية الهروب منه، هذه الرؤية تدل على الهروب من المشاكل والخلافات الأسرية التي
قد تكون موجودة وقت رؤيتها لهذه الرؤية. أما بالنسبة لفيضان البحر أفضل للمرأة الحامل من فيضان النهر. طبعا ما زلت بكرر أنواع الفيضان في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل، في فيضان نهر وفي فيضان بحر وفي فيضان مطر، كل الكلام ده هتكلم عنه. فالمرأة الحامل فيضان البحر أفضل من فيضان النهر. طيب الرؤية اللي بعد كده، الهروب من الفيضان للمرأة الحامل. هذه الرؤية تدل على أن هناك بعض الأزمات النفسية بسبب قضية الحمل. طيب رؤية المرأة الحامل، ودي الرؤية يعني تعتبر مهمة بالنسبة لها المرأة الحامل، رؤية الفيضان المتدفق يعني محذوف. هذه الرؤية تدل على أن المولود سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى، وكأن الفيضان المتدفق يفكرها بطلق الولادة. طبعا احنا عارفين، يعني معرفش إن كانت المعلومة دي صحيحة ولا لا، بس أنا سمعتها أكثر من مرة، طلق الولد الذكر في الولادة بخلاف طلق البنت الأنثى، وكأن الفيضان المتدفق هذا يبشرها بأن المولود سيكون ذكرا. والله العظيم يعني المفسرين سبحان الله من أين جاءوا بهذا الكلام وكيف وقعت عقولهم على هذا، ونيجي في الأخير نسمع شوية جهلة يعلقوا في التعليقات، يعني سبحان الله بس تشعر ان هم جهلة، والجهل ده ما يتردش عليه. رؤية البنت العزباء للفيضان، حينما ترى البنت العزباء الفيضان بقوة، هذه الرؤية تدل على التغييرات الإيجابية في حياتها بصفة عامة، طبعا الهروب منه خير أو زوال مشاكل. رؤية شخص ينقذها من فيضان قادم عليها، هذه الرؤية تبشرها بزواج. طبعا بقى مش عايز بقى حد يقول لي طيب لو اللي أنقذني ده أعرفه يبقى هتجوز منه، الموضوع يعني خلوها عامة، زواج وخلاص. فيضان البحر مشكلة كبيرة للبنت العزباء. في الأخير نتكلم عن المرأة المطلقة والأرملة في قضية الفيضان. الفيضان للمرأة المطلقة زواج جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، وسوف شوف كلام ابن سيرين والله العظيم يعني كلام في منتهى الروعة، وسوف يفيض عليها من حبه وحنانه، وستعيش معه حياة سعيدة أفضل من التي عاشتها مع طليقها اللي هي الحياة الأولى اللي كانت عايشها. رؤية الفيضان للمرأة المطلقة. وبالنسبة للمرأة المطلقة الأرملة، يعني هي فيها رأيين اثنين، قيل إما زواج وإما أنها سوف تتعرف على شخص يعني سبحان الله سوف يفيض عليها بمساعداته. ده كلام ابن سيرين في رؤية الفيضان بالنسبة لكل شخص على حدة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.